والمناصب باعوها وبأكواد علاجوها والمناصب باعوها وبلادي فلاحيه والمعيشة غالية عليا والمعيشة غالية عليا وبلادي فلاحيه والمعيشة غالية عليا وبطاطا غالية عليا وبطاطا غالية عليا وبلادي فلاحيه والمعيشه غاليه عليا وبلادي فلاحيه تنسقيات الانصاف الوطني اللي حملت شهادات الماستر. هاد التنسقيه تقريبا عامين وحنا في الميدان، عامين وحنا كندو بالظلم وبالحقره وبلا كرامه اللي عايشين هاد الاطر في هاد البلاد. هادو اطر هاد البلاد، تخرجوا في هاد البلاد من حقهم الوظيفه، حتى ولو انك تقولوا هاد الناس هادو يدوزوا المباريات، هاد الناس هادو اللي كتقولوا لهم دوزوا المباريات راه قصيتوهم من المباريات بسبب تسقيف السن. اخنوش سقف السن، سقف الاسعار، راه المهزله هي هادي، هادي هي المهزله في هاد البلاد. فين غيمشيو هاد الاطر؟ فين غيمشيو؟ يمشيو للشوارع يبيعوا لحمهم؟ شنو غيديروا؟ شنو غادي يديروا في بلادنا؟ في بلادنا اللي تخرجنا فيها، الشواهد ديالنا مغربيه، ما جايبين الشواهد ديالنا من اوكرانيا ولا مشي دوله اخرى، لا، جايبين الشواهد ديالنا من هاد البلاد هادي. اذا حقنا في هاد البلاد هادي. هاد الحكومه وهاد الوزراء بهدلوا بهاد البلاد، بهدلوا بهاد الاطر، بغينا حقنا، عطاونا حقنا، عطاونا حقنا. هاد الاطر حالات اجتماعيه، كاين امهات، كاين مطلقات، كاين ارملات، كاينين الناس عايشين ظروف اللي هي قاسيه. لقاو لينا حل، عطاونا حلول، عطاونا حلول. هاد الحكومة فاش كانت في الانتخابات كتقول باللي غتدير مليون منصب شغل، وباللي 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 ما قادراش تحمي حتى القدرة الشرائية للمواطن. حكومة فاشلة في أنها تحمي القدرة الشرائية في المواطن، فكيف بها غادي تلقى حلول للمعطلين؟ حنا ما منازلينش الحق ديالنا، ما غنحيدوش من الميدان باش ما بغيتو، باش ما بغيتو. وطفونا ولا عدمونا، وطفونا ولا اعتقلونا، ما عندناش فين غنمشيو. لا اله الا الله محمد رسول الله، ما عندنا فين غادي نمشيو. عينا، عانينا، عانينا الفقر والبطاله والجوع، جميع المآسي، الخوف، التوتر، وما كاينش اللي يتحاور معاك، ما كاينش اللي يقول لك شكون انت ولا شكون انت. مال هاد الشباب؟ مالهم الشوارع؟ اشنو بغاو؟ ولهذا حنا كنناشدو صاحب الجلاله، حنا ما كنعرفو حتى شي حد، ما كنعرفو لا اخنوش لا حتى شي حد، حنا كنناشدو صاحب الجلاله محمد السادس نصره الله يتدخل التدخل ديالو السامي لحل هاد الملفات الاجتماعيه. راه الاحتقان، الاحتقان في الشوارع في الاوج ديالو، راه في الاوج ديالو. وحكومه نائمه، حكومه نائمه، كلشي كيغوت، كلشي كيقول واك واك عباد الله. الغلا اللي كيقول البطاله واللي كيقول الغلا، وحكومه لا ما قادراش عباد الله تتحل مشكل القدره الشرائيه للمواطن. راه لا يعقل، لا يعقل. صاحب الجلاله محمد السادس تنسقيات الانصاف الوطنيه كتلتمس منك انك تلتفت لهاد الملفات الاجتماعيه، ملف البطاله، ملف القدره الشرائيه للمواطن. تنسيقيه الانصاف الاطر العليا المعطله حاملي الشواهد العليا نتواجد اليوم امام وزاره التعليم العالي والبحث العلمي كعادتنا بعد مجموعه من المحطات النضاليه، تقريبا عام ونصف ديال النضال ولا مجيب، ما لقينا حتى شي واحد يتحاور معنا لحد الساعه. المطلب ديالنا هو مطلب مشروع، مطلب دستوري كيكفلوا الدستور المغربي وجميع المواثيق الدوليه. حنا ما كنطلبوش شي حاجه مستحيله وما كنطلبوش حاجه تعجيزيه، حنا ما قلنا لكمش بغينا السيارات الفارهه وما بغيناش السيارات الفاخره وما بغيناش وما بغيناش وما بغيناش. حنا كنقلبوا غير على الحد الادنى ديال العيش، ماشي الحد الادنى ديال الاجور، ما تقوليش قاسي الاوراش، حنا غير الحد الادنى ديال العيش، يعني لو مينيموم اللي يضمن لينا حتى حنا الكرامه ديالنا. حنا باقي اليوم كنعيشوا بفضل التضامن الاسري، باقي حنا كنسعوا والدينا ونسعوا خوتنا ونسعوا احبابنا. الى اين، الى متى هذه الوضعيه؟ هذه راه وضعيه كارثيه، باش الشباب المثقف الاطر العليا كيعيشوا هذه الحاله هذه وهذه الكارثه وهذه المهزله هذه. راه ما يمكنش، راه ما يمكنش المناصب غير ولادهم ولحبابهم ولد البرلماني ولد الوزير ولد فلان، وحنا فين نمشيو؟ ابناء الشعب المقهورين، الطبقه الكادحه، الطبقه الفقيره، الشباب المثقف اليوم اللي عندهم الشواهد العليا فين غيمشيو؟ المصير ديالنا اصبح الشارع. غتقول لي احق اعطيناكم واحد البرنامج ديال اوراش، اوراش خليه لولادكم، اوراش هذاك اوراش خدمه ديال الديباناج 3000 درهم في الشهر، هادشي ما سوينا عندكم. هادي راه المهزله هادي، باش تقول الاطار عالي عنده باك بلس 5 ولا دكتوراه يمشي يخدم في اوراش، علاش اوراش ما تعطيوهاش لولادكم؟ اوراش كترميوها لابناء الشعب المقهورين. شنو بغيتونا نديرو اليوم؟ شنو بغيتونا نديرو؟ نخرجو نسرقو؟
نقتلوا، نمشيو لطرق غير مشروعه، نبيعوا الحشيش. شنو بغيتونا نديروا اليوم؟ شنو بغيتونا نديروا؟ راه من هذا المنبر انا كنوجه الرساله ديالي لكل مسؤول، وكل مسؤول في المنصب ديالو اللي كيتخذ قرارات نيابه عن الشعب المغربي ونيابه عن هذا الشباب المعطل. شنو هذا الشيء اليوم؟ هذه راه كارثه هذه. ومن هذا المنبر كنوجه او نناشد اعلى سلطه في البلاد جلاله الملك، حنا اليوم عندنا الثقه الكامله في جلاله الملك، نصره الله وشفاه الله، هو اللي ممكن يتدخل لانصاف هذه الفئه المعطله اللي في الشوارع وكتعاني الاقصاء والتهميش والبطاله. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تيفي، تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.